كمان مش عايز انسى وجود كابتن محمود الخطيب. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي على لقاء لاعبي الفريق وجهازهم الفني قبل التوجه لاداء المران الثاني بجده على ملعب التدريب رقم 3 بمدينه الملك عبد الله الرياضيه، استعدادا لخوض المباراه الاولى في بطوله كاس العالم للانديه. وحرص كابتن محمود الخطيب على التواجد مع بعثه الاهلي من اجل دعم وتحفيز اللاعبين على الظهور بشكل قوي قبل مواجهه اتحاد جده السعودي. يمكن الكابتن محمود الخطيب بقيمته الكبيره كمسكة أسطورة قبل ما يكون رئيس للنادي الأهلي بتعمل فرق إيجابي جدا على الصعيد المعنوي. طبعا داخل معسكر النادي الأهلي وجود كابتن محمود الخطيب بيفرق. أنا لو لعيب وشايف كابتن محمود الخطيب بقيمته الكبيرة واقف بيشجعني وبيدعمني من موقع المسؤولية وقريب من الفرقة ككل لاعبين وجهاز فني، فأكيد لازم أطلع كل اللي عندي في الملعب عشان دي ثقة كبيرة ولازم أكون قدها. والاهلي مش غريب على كاس العالم للانديه، بالعكس الاهلي عامل تاريخ في هذه البطوله ولا ينقصه الا الوصول للمباراه النهائيه. الاهلي تفوق على معظم الانديه اللي لعب ضدها من مختلف القارات، وبالتالي عندنا اكيد قصه وحكايه كبيره في كاس العالم للانديه. حضراتكم عارفين مشاركات النادي الاهلي في كاس العالم للانديه ما كانتش بتمر مرور الكرام. احنا معانا اكتر من 3 برونزيات في كاس العالم للانديه، تقريبا كل المدربين اللي دربوا النادي الاهلي في كاس العالم للانديه حققوا انجازات، فبالتالي وجود النادي الاهلي في كاس العالم للانديه مش جديد، والبصمه اللي بيسيبها النادي الاهلي كل مره بتكون بصمه كبيره. لكن احنا البرونزيه بالنسبه لنا بقت شيء خلاص عادي، عينا دلوقتي على ان احنا نوصل للفاينل ايا كان. يعني بكره طبعا ماتش قوي جدا، الاتحاد فرقه كبيره جدا، والاتحاد فرقه يتعمل لها حساب على كل المستويات سواء على المستوى الفني او على المستوى الجماهيري، هي فريق جماهيري كبير في المملكه العربيه السعوديه وبالتالي في الوطن العربي. فبالتالي مباراه بكره مباراه قويه جدا، ايضا المباراه من على الخطوط مستر مارسيل كولر او جاياردو المدرب القوي جدا اللي من اول وجوده في نادي الاتحاد وهو ماشي بشكل رائع الحقيقه قدر يضيف. الاتحاد فيه لعيبه كبيره جدا غير بنزيما، يعني رومارينيو لعيب قوي، انا شفت رومارينيو في الدوري القطري وشفته في الدوري السعودي وقبل كده وهو بيلعب في كوبا امريكا وكوبا ليبرتادوريس، لعيب كبير جدا يتعمل حسابه لا يقل عن بنزيما في ان انت تعمل حساب هذا اللعيب، ولاعيبه كتير جدا نجولو كانتي في الاتحاد في فرقه عالميه. فبالتالي احنا امام مباراه قويه، مباراه على الخطوط قويه جدا كمان من ناحيه ان انت هتستمتع بلقاء على المستوى الفني عالي، ومن الناحيه الثانيه لا انت كمان عندك دلوقتي هتلعب فريق عالمي بمعنى الكلمه.